اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطابخ العالميه. احنا واحنا قاعدين كده بنشاهد القناه الاولى بنسافر اي بلد احنا حبينا، الهند، البرازيل، المكسيك، ايطاليا، فرنسا، زي ما احنا عايزين، ونجيب اشهر الاكلات اللي موجوده فيها. النهارده مع بعض الاخواننا في الهند بيشتهروا بان هم بيستخدموا الزبادي والكاري والكركم في الاكلات بتاعتهم، دي الاساسي، زبادي، كاري، كركم، والبهارات العربيه ليه والحبهان. فالنهارده مع بعض نستخدم نفس المدرسه الهنديه في عمل الاكلات بتاعتنا، مثلا زي شيش كباب. شيش كباب النهارده بالزبادي مع الكاري، هنشوف نشويه ازاي. هل الزبادي هنا اليوغت لده هيقطع مننا في النار ولا مش هيقطع؟ ايه السر نخلي الزبادي كفر لحته اللحمه اللي بناكلها بدون ما يقطع مننا او يبرغل او تلاقيه تحس ان هو شكله باين في قلب اللحمه؟ معانا النهارده كوسه مع بعض، هنعملها النهارده كوسه مشويه بالطحينه مع الزبادي، برده حاجه لطيفه، هتاخد الكاري والكركم، ولكن الجديد ان هنضيف لها طحينه ونشوف ازاي الطحينه تخش على الزبادي. معانا الحلو النهارده لطيف وجميل كرات الزلابية، هنعملها بجوز الهند، مش هنحمرها في زيت، لا، دي هتتعمل بطريقه معينه اللي هو السميد مع السكر مع جوز الهند، وفي الاخر هتاخد عسل نحل لطيف مع جوز الهند. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير. عدل الاكل ده شويه رز ملون، كلنا عارفين اخواننا في الهند بياكلوا الرز بالكاري، رز بالكركم، رز واخد لون اصفر، لون اخضر، حاجات بتبقى حلوه على السفره كده لطيفه وجميله. برضه هنشوفوا ايه التركايه ان انا الون بيها شويه الرز البسمتي اللي موجود على السفره بحيث ان السفره تتكلم هندي ولكن بخف الدم مصريه. هنطلع فاصل صغير ونرجع من الهند اشهر الاكلات. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، محلك سرك يا ابو الشيف، ولكن نتكلم عن المطبخ الهندي شويه. المطبخ الهندي زي المطابخ العالميه كلها، ولكن بيشتهر دايما بريحه الكاري والكركم. الكاري ده تركيبه من التوابل اللي هو الكركم الاساس، بيخش عليها الحبهان والقرنفل والقرفه، فلفل اسود، كمون، كزبره، حسب العطار بقى وحسب شطاره العطار اللي بيعمل خلطه الكاري. الكاري اللي هو شجره ولا هو عشبه، ده هي تركيب التوابل الاساسي فيها الكركم، عشان نبقوا عارفين بس. هنشوف مع بعض مقادير الكباب او شيش كباب على الطريقه الهنديه. مقاديرها على الشاشه. لحمه هبره حمراء زي الفل زي ما هي على الشاشه كده، معانا زبادي، معانا كاري، او نقدر ان احنا نعمل الكاري على الهواء، كركم والتوابل بتاعته اللي هو الشمر الناعم مع الزعتر مع الكزبره مع الكمون مع الفلفل وبصل وتوم وعصير ليمون في المقادير بتاعتي وزبادي. ولكن مهم جدا نعمل شويه الكاري مع بعض كده علشان نعرف خط سير العمل شغال ازاي، ده مهم جدا على فكره. اهو انا هتعمد ان انا نعمل الكاري مع بعض. حلو قوي. هنعمل ايه؟ ناخد كده الكركم بتاعنا، نحط عليه شويه كمون، بابريكا بالشكل ده كده، وناخد البهارات بتاعتنا مشكله وشويه الملح التمام. اهم حاجه الكركم، الكركم ده مفيد جدا وخاصه للكبد، بيلعب دور مهم جدا تنشيط الكبد، حمايه الغشاء الخارجي للكبد او جسم الكبد من الخارج يعني، بيخلص الكبد من السموم، بينشطه، بينقيه، كل ده. دي التوابل بتاعتي بالشكل ده كده، هنحط عليها زبادي. حلو. معانا من الزعفران شويه، لون الزعفران احنا عارفينه اهو في قلب الخلطه دي كده، ومعانا كاري هنا كمان اهوت، بناخد منه شويه زي الفل، دول كفايه، وش معلقه سكر صغيره عليه يوغت كده، والثوم الطازه بتاعنا، ونقلب دول كده. دي الخلطه بتاعه الكباب اللي احنا هنعمله دلوقتي. طبعا هي على الشاشه دلوقتي بتفاصيلها، شايفين الخلطه دي كده. وجود التوابل المطحونه بتلعب دور مهم جدا ان تخلي لك الزبادي ده ما يفرطش او يبرغل في الخلطه بتاعتي اللي بشوي بيها. اهو الخلطه اهيت زي الفل، دي خلطه الكباب اللي انا هشويه دلوقتي اهي، فيها زبادي، ناقصها دلوقتي عصير الليمون هنحطه، وزيت الزيتون
نقلبها بالشكل ده كده. حلو قوي. زيت زيتون يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. يعني المطبخ الهندي بيبقى دايما السمنه مش موجوده بكثره، زبده او زيت عادي او زيت زيتون للامانه يعني. حلو، بنحط معانا شويه عصير ليمون زي الفل. دي الخلطه اللي انا هشوي بيها الكباب. ممكن نعمله فراخ؟ اه، لو عندك صدور فراخ تشويها بنفس الطريقه. اه، عندك ريش تشويها بنفس الطريقه. وبمناسبه الريش وبمناسبه المشويات، ان شاء الله في العيد الكبير كل عام وحضراتكم بخير، لنا مفاجات على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اهو كده التتبيله جاهزه، هناخدها زي ما هي كده، ونمسك اللحم بتاعنا ده اللي عندنا هنا ده كده نقطعه. اللهم صل على النبي. اللحم هنا هبره بنشتريها من الجزار. نوسع كده الشيء، الحاجه دي كده، الالوان دي هنعمل بها رز بعد شويه. خلي الخلطه هنا، وناخد اللحم الهبره ده كده. انا شايف اللحمه حجمها كبير شويه، ايه المشكله لما نقطعها شويه؟ يعني عشان ما تاخدش وقت كبير في السوى. بالشكل ده كده ما شاء الله، حته لحمه حلوه ما فيهاش دهون كتير، يعني نسبه تقريبا 5%. ويفضل طبعا لما نيجي نعمل الشيش كباب لازم يكون حته لحمه هبره حلوه. بالشكل ده كده زي الفل. هنجيب السكينه بتاعتنا ونقطعها كده. حلو، بالشكل ده كده. وانت بتطلع حته اللحمه حط في الاعتبار اللي هتشويها على طاسه او على جريلا او في الفرن، لما تكون حجم واحد كلها هتلاقي حته اللحمه كلها مستويه، ما تبقاش حته كبيره وحته صغيره. تلاقي مثلا الشيش فيه ثلاث اربع قطع، واحده مستويه واحده لسه ما استوتش. ليه؟ انت مش مقطعه اللحمه قد بعضه. فدي مهمه جدا على فكره. اه، زي ما احنا بنقطع مع بعض كده. اه، وصدور فراخ نفس الطريقه. لو هتعملها بصدور فراخ هتعملها سمك فيليه قشر بياض نفس الطريقه. اللي مش عايز لا فراخ ولا لحمه، عايز يعملها سمك نفس الطريقه ونفس الخلطه اللي انا عاملها دلوقتي مع السمك الفيليه تبقى زي الفل. مع الجمبري؟ لا يا غالي، اسالونا في الكنترول ينفع مع الجمبري. على طول بتخش انت على الحاجات الايه الغاليه. تقطيع دي كده اهوت، شويه لحمه زي الفل. معانا سياخ خشب حطيناها في الميه علشان ما تاخدش وتسود مني وانا بشويها على الجريلا، دي مطلوب اهو. هناخد الخلطه اللي موجوده عندنا يا عم الشيف اللي احنا عملناها من شويه، ننزل بقى هنا كده. اللهم صل على النبي. حلو قوي، عايز الشويه دول مهم قوي. الله 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 الله، اهو هو ده. ونقلب دول كده مع بعض. ممكن بقى تعملي ايه؟ تبقى احسن مني بقى، معكيش مخرج ومعكيش وقت ومعكيش طايم، تحطها في التلاجة ساعتين زمن، ياه تبقى احلى مني مليون مرة، تتفوق عليا. حطها في التلاجة دي تسلم كده، وتحطها في التلاجة، اعملها قبل ما تروحي الشغل، تبليها، اعملها كده على ما تعملي الرز، تعملي الحاجات عندك في البيت، وتشويها لين مش تاخد على النار بالظبط كده، من 20 ل 15 دقيقة هتكون استوت اللحم. بالشكل ده كده اهو، الكباب معمول جاهز اهوت. هنحطه هنا على جنب شويه برضو لغايه لما نشوف الكوسه اخبار ايه معانا. كده انا خلصت من الكباب. تعالوا نعمل مع بعض الكوسه بالزبادي. مقاديرها على الشاشه، خط سير العمل زي ما احنا شغالين كده بالظبط اهو. كوسه بالزبادي، مقاديرها على الشاشه. هنمسك الكوسه طازه زي الفل، مع عينيا معانا زبادي، وناخد البنانشه بتاعتنا ونشوف ازاي نشويها مع بعض بطريقه بسيطه وسهله. اه، اللهم صل على النبي. والمقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. نعمل الكوسه ازاي واحنا مع بعض؟ عندنا زيت هنسخنه كده شويه مع بعض، وناخد الكوسه دي نقطعها زي الفل بالشكل ده كده. الكوسة دي بقى ميزتها ان احنا هنحمرها. بعد ما تتحمر يا عم الشيف هنكون مجهزين الكزبرة والزبادي والثوم، الخلطة بتاعتها مع الطحينة الجميلة الحلوة
اللي هتدي فليفر حلو قوي للكوسه اهي بالشكل ده كده. وانت بتقطعي الكوسه حطي في الاعتبار لازم تغسليها كويس، ما تجيبيش الكوسه وتلاقي لازم تجيبيها. وعندنا الفرشه بتاعه المطبخ كلنا عارفينها، تبقى فيها ناحيه ناعمه وناحيه خشنه، الحاجات دي لازم تهتمي بيها. وغسيل الخضار جيدا ده من اهتمامك على فكره، خاصه الخضروات زي الكوسه الخيار في السلطه، الحاجات اللي هي لها شكل خارجي ممكن يمتص الاتربه، يمتص مسكه الايد عند الراجل الفكهاني او عند بتاع الخضار. اكيد اللي بتنقي الكوسه بتشوف كوسه صغيره كوسه كبيره، كلنا بنشتري خضار وعارفين يعني. ممكن الكوسه اللي قدامي دي دلوقتي البعض ماسكها ومش عايزها، مش عايز صغيره عايز كبيره وهكذا، فلازم تغسليها كويس في البيت. ميه ساقعه مش ميه سخنه، ميه عاديه من الحنفيه، وعندك فرشه كده اللي هي بتاعه الخضار بتخليها تمسكي كل حبايه كوسه من دولت ايه تقطعيها بالشكل ده كده، نشيل دول مش عايزينهم ونمسك الكوسه دي مع بعض كده نتبلها تتبيله حلوه. شوف انا هتبلها ازاي دلوقتي، اللهم صل هنا نفس المكان هو ده، نحطها هنا كده. حلو المطبخ الهندي، مدرسته معروفه، توابل معروفه. الكوسه اهي بالشكل ده كده، بنحط عليها شويه كاري ده على الكوسه، ركزي بقى في الموضوع ده عشان مهم جدا، فص ثوم ده على الكوسه، سنه زعفران صغيره عشان تاخد لون حلو ده على الكوسه، البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، بابريكا وفلفل اسود وشويه كركم على الكوسه. حلو، الملح بتاعنا في ايدينا كده زي الفل. تمام، التركايه بقى بتاعت الشيف كالاتي، معانا دقيق معلقتين دقيق على الكوسه واحد اتنين. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. وعصره ليمون، يا نعم زي ما انت عايز يا استاذه رحاب، زي اللي انت شايفاه رز معمر يعني، رز معمر. حاضر عينيا. اللي انا بعمله دلوقتي مهم جدا على فكره، الكوسه دي انا عايز احمرها في قلب الزيت دلوقتي، كاني بحمر فراخ، كاني بحمر مثلا سمك، كاني بحمر جمبري. شفت الخلطه دي كده اهي، دي الكوسه اهي بالشكل. ليه حطيت عصره ليمون او ممكن احط ميه، بس انا حطيت عصره ليمون مع التوابل دي كلها ومعلقتين الدقيق بالشكل ده كده. هاخدها احطها في قلب الزيت دلوقتي، زيت شديد الحراره، واحمرها بالشكل ده كده. وبعد ما تتحمر نكون مجهزين الخلطه بتاعتها. ايه الخلطه يا عم الشيف؟ تومه ناعمه، بصله ناعمه، طحينه، كزبره خضراء، في الاخر هتغرق في قلبيها. اخبار الزيت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا جالنا دلوقتي اسئله من خلال اللي بتواصلوا معانا على السوشيال ميديا، بنشكركم طبعا لتواصلكم معانا ومتابعتكم لينا واحنا شغالين على الهواء، وبنحترم ده. البعض عايز الرز المعمر، الرز المعمر مدرسه، بيختلف من مكان لمكان ومن بيت لبيت. شايف الكوسه زي الفل اهي، تنزلي كلها كده زي الفل في قلب الزيت كده، ونسيبها تتحمر يا عم الشيف، ده الطبيعي. حلو قوي الرز المعمر. بتجيب الحمام يتغسل كويس ويتشوح على النار تشويحه حلوه، فص مستكه، بهارات، حبهان، قرنفل، فلفل اسود. بعد ما بتشوح الحمام زي الفل بيكون عندنا الرز المصري، الرز المعمر يعني رز مصري، غير الرز المصري ما يتعملش. معلقتين سمنه بلدي، معلقتين قشطه حلوين من ايدك كده، ونجيب الرز ده حلو الكلام. نجيب الرز يتنقع في الحليب ونسيبه شويه على جنب مع شويه فلفل اسود، الجزء الحمام متحمرين واخدين نص سوا، ناخد معلقتين شوربه من شوربه الحمام ونغرقهم مع الرز كده، ونجيب برام يتنقع سمنه بلدي من الجناب والاطراف، نحط شويه رز ونحط في قلبيه الحمام، وبعد كده شويه رز ونحط كميه الحليب اللي موجوده او اللبن وندخله الفرن، وبعدين قرب يستوي ونحط معلقتين قشطه. وبالف انا وشفا مش هيطلع حلو. عارفين مش هيطلع حلو ليه؟ لان انتوا بتعملوه احسن مني. رز المعمر ست البيت اشطر من اي رجل في المطبخ للامانه بجد، هو ربنا الكبير فيه وربنا يعني له حكمه في كده، ان ست البيت في حاجات تعملها مهما يشتهر الشيف بيها مش هيعملها زي ست البيت، عشان نبقى واضحين مع بعض. خلينا ناخد بعضينا وناخد فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك ابو الشيف، المطبخ الهندي بانت بياشيره، يعني البشاير لحت الهندي في علب الزيت. هعمل دلوقتي خلطه حلوه تعجب حضراتكم، طاسه كده بتسخن على النار اهيت، بنحط فيها بصله ناعمه، فص ثوم حلو، بنعمل الخلطه بتاعت الكوسه. خلي بالكم بصلايه اهيت زي الفل، فيها فص ثوم حلو. شايف الخلطه الحلوه دي يا غالي؟ بقى الطحينه هنا القوام اهو اهو اهو، شفت بقى التركايه هنا اهو. تومه، بصلايه، معلقه زيت تحمروا على النار، نزلنا بطحينه. الطحينه كل ما تتعرض للنار تدينا قوام، شايف الغليان ده كده اهو. نزلنا بكزبره خضراء اهو، بهاراتنا اللون الاحمر ده بابريكا حطيتها اهو زي الفل. الكوسه اخبارها ايه؟ هي دي الكوسه اهي، ناخدها من قلب الزيت كده اهي اهي اهي. قال اخدتها بالشكل كده اهو زي الفل في قلب الطاسه. اللهم صل على النبي، ونقلب كده اهو. كوسه من المطبخ الهندي، شفت الجو ده كده اهو اهو. سيب على النار تاخد غلوه كده يتعرفوا على بعض. الطحينه بتلعب دور مهم جدا، بتغلي في حبايه الكوسه. هتاكل الكوسه دي كانك بتاكل كفته، بتاكل كباب اهو. سيبها على النار شقشقه ميه صغير، اللهم صل على النبي، ونسيبها تاخد غلوه. حلو، نطلع الطاسه، نطلع الجريلا بتاعتنا من الفرن عشان عايزين نشوي كباب. الكباب فين؟ هتضحك علينا ولا يا شيخ؟ عشمتنا بالكباب وتبلته، فين الكباب؟ ادي الجريلا بتاعتي بحطها على النار كده، طحينه نشفت اخليها كده بس خلاص. اخبار الكباب ايه مع بعض كده؟ اللهم صل على النبي. ادي الشيش بتاعنا حاطينه طبعا في ميه. ليه حطه في ميه يا مغازي؟ علشان الشيش ده لما نشويه على الجريلا ما ينشفش مننا، ده الطبيعي. التركايه دي والمعلومه دي مهمه جدا. في قلب الطبق كده تحط شويه ميه او في البوله الازاز. اللهم صل على النبي. وناخد اللحم ده بتاعنا اهو، وناخد الاسياخ الحلوه دي كده ونشيش. عينيا ممكن تحط بصل، تحط فلفل، بس بصراحه الهنود مش بيحطوا الحاجه دي. هم اخواننا في الشام بيحطوا بصل وفلفل والجو ده، هم بيحطوها لحمه كده زي ما هي بالظبط كده. ادي واحد، اشتغل مع بعض بقى. يعني السيخ فيه ثلاثة أربعة، جريلا سخنة شديدة الحرارة زي اللي معايا دي على النار دلوقتي. أعمل لي مثلا خمس ست سياخ على قد الجريلا وأحطهم كلهم مرة واحدة، دي كفاية. بعدين خلي بالك لما تكون التقطيعة واحدة بحجم واحد كله يستوي في وقت واحد. الزبادي هنا، التوابل المطحونة على الزبادي هتخلي الزبادي ده ما يقطعش منك. اوعى تحطي دقيق، هتلاقي الشيش كباب ده او نشا، النشا والدقيق ده يتحط على الكباب في حاله لما نحطه على النار، نعمل مثلا لبن امه، نعمل شكريه، نعمل شيش برك، الاكلات اللي احنا عارفينها دي كده، فته بياخد معلقتين نشا وبياض بيضه. الحاجات دي مطلوبه لازم نعرفها. عكس ما ندخل الزبادي في التتبيله. شايف الجو ده كده؟ حلو قوي. بص حد على ايدك يا اختي، ايه هي؟ كالاتي: لومي اللي هو الليمون الجاف، دي المسميات بتاعته، قرنفل اللي هو المسمار، حبهان اللي هو الهيل، الحب اللي هو الحب الاسود اللي هو الفلفل الاسود، خدت بالك؟ ايه تاني؟ ورق لورو، هي دي البهارات يا ست الكل. ولكن الاساس فيها مكتوبين على السوشيال ميديا البهارات الخمسه لعمل الكبسة، أساسي اللومي عنوان الكبسة، والحبهان اللي هو الهيل، والقرنفل، وما تنسيش القرفة اللي هي الدارسين، كانت معانا امبارح، كنا مستخدمينها امبارح في العكاوي، كنا عاملين طاجن عكاوي امبارح كسر الدنيا على السوشيال ميديا. مصر كلها بتتكلم عليه، والدول العربية، والدول الغربية، لأن احنا متشافين في كل أنحاء العالم، القناة الفضائية بتاعتنا متشافة في كل أنحاء الدول الغربية. والقناه الاولى بجد والله تاجر عكاوي امبارح كان انا شخصيا عجبني وكنت نفسي اكله طبعا، وهنعمله باذن الله. شايفين الشيش اهو زي الفل. هعمل ايه بعد كده؟ هاخده زي ما هو كده، وعندي شويه زيت على الجريلا يعني ونحط الزيت هنا يسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، انا عارف معايا مخرج شاطر جدا بيحب الشو ده.
اللهم صل على النبي. العب. هو ده هو ده هو ده. كفاية دول. ممكن نحط دي كده، ممكن نحط دي كده، ممكن نحط دي كده، ونشيل دول من هنا كده نوسع لنفسينا. شيش كباب يا نعم كله يا باشا. العب العب. بفاجئك انا على الهوا، بفاجئك انا بفاجئك. اللهم صل على النبي. نروق الدنيا كده. اخبار الكوسه ايه؟ نغرفها نخلص منها عشان عندنا حلو. يا نعم. حلو قوي السؤال ده. كبد اللي هي المزاليكا يعني، كبد واوانس وقلوب نعملها ازاي مزاليكا؟ بتاخديها بتحمريها، تتبليها الاول مع توم فلفل حار كمون معلقه خل. المزاليكا تتغسل بميه ساقعه قبل ما تستخدميها. كل ده وتحطهم في طاسه سخنه تطلع معاك زي الفل المزاليكا. انا عامل دلوقتي، بس قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا هنعمل شويه رز بسمتي اللي هو الملون مع بعض. رز بسمتي جه عندي مغسول وبعد ما غسلته حطيته في ميه مغليه وجاهز هنا، فمش هياخد مني دقائق معدوده مع بعض. مقاديره على الشاشه رز بسمتي ملون. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. معلقتين من الزيت. بحط مع الزيت ده كده يا عم الشيف ورقتين لورو. الله. وحبهان زي الفل. المقادير على الشاشه بسرعه كده عشان نسيبه يستوي مع بعض. زي الفل. ورق لورو وحبهان. ده الرز الملون اهو زي الفل. ونحط الرز البسمتي بتاعنا. يا ويلي. شويه على قد كده ايه الضيوف. عينيا اهو. التركيه بتاعت الرز الملون بقى انا مش هستخدمها دلوقتي عشان مخرجنا عايز نطلع فاصل. خلي الرز كده يشرب الايه؟ معلقتين الزيت، معلقه السمنه، ورق اللورو، الحبهان على النار كده، وتني سريع التقليب لغايه لما نطلع الفاصل ونرجع مع بعض. محلك سرك اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف زي ما وعدتكم. الرز انا بقلب طبعا، خليته مفلفل كده مع الحبهان، اتعرف على الحبهان، اتعرف على الهيل، نزلت عليه بشويه ميه مغليين، ذره ملح صغيره، وبستني اللون. مش الشيش كباب، شيش كباب على النار لطيف وشكله زي الفل. طبعا حبيت اللي انا عايز اقدمه في نفس الجريله اللي انا بشوي بيها. طبيعي بنقدم معاه شويه فلفل حار، انتوا عارفين المطبخ الهندي مشهور بان هو بيكون دايما سبايسي. حتى لو مش سبايسي بتلاقي الكاري اصلا فيه سبايسي. عشان نبقوا عارفين، لان الكاري داخل في التركيبه بتاعته جنزبيل باودر، فالجنزبيل بطبيعته شويه سبايسي. فحتى هم لو ما حطوش شطه او ما حطيناش شطه في الشكل، هتلاقي الجنزبيل والثوم او الثوم الباودر في مسحوق الكاري بيدي طعم للسبايسي. حلو الكلام، حلو الكلام. الخضار بتاعي ده كده مع الكباب هدخله الفرن عشان يكمل سواه. ده الطبيعي عشان نوسع لنفسينا النار. اللهم صل على النبي. يلا بص عليها كده، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه في قلب الفرن. ايه الحلاوه دي؟ ايه هو امبارح كان ابداع والله العظيم. الكرين دخل جوه الفرن خطف. ايه الجمال ده؟ مدرسه مدرسه. هو ده، الله ينور. تمام، تعالوا مع بعض نشوف اخبار الرز ايه. اللهم صل على النبي. عايزين نلونه يا شيف. نلونه ازاي؟ هو ده الكلام. تحب اخليني هنا الون هنا؟ الون هنا. معايا تلات الوان. الرز عاجب مخرجنا قوي على فكره، وفي الكنترول يقول لك الرز لونه عامل ليه كده. بترسم لوحه؟ بيكاسو انا. برسم لوحه. عندك اعتراض؟ انا الرز البسمتي هنا اتسلق، معلقتين زيت وهيل ورق لورو، سيبناه بالشكل ده كده. مش هنقلبه دلوقتي، هنسيبه شويه بالشكل ده كده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ ادي الرز الملون اللي بنشوفه في بعض المحلات. زي الفل، ما يتقلبش كتير. لازم الحبه البيضه تكون موجوده بالشكل ده كده. تمام، ونحط عليه مكعبين زبده نغذيه زي الفل.
وهنقلبه دلوقتي تقليبه صغيره كده عشان الزبده تختلط بكل الرز. انا احب الرز ده مخلوط بزبده. ونقدمه لحضراتكم هنا على ما نشوف مع بعض ازاي هنعمل كرات الزلابيه من المطبخ الهندي. معانا وقت يا استاذه رحاب، قولي لي. اه زي الفل، نعمه، هنقدر نعمل كل حاجه ان شاء الله. عايز عيني. زي الفل كده. انا بوسع بس عشان ايه الرز ده بيقول لك وسع لي. ممكن على فكره مقادير الزلابية على الشاشه. حلو قوي. سميتها ناعمه كوب، جوز الهند نص كوب، سمنه بلدي ربع كوب او معلقتين، سكر نص كوب، عسل نحل نص كوب، فانيليا وشويه كاري معانا في المقادير. والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. في لون هنا مش عارف ده لونه ايه، اخضر. يا ويلي يا ويلي، محظوظ يا شيف والله. وانا اقول اللون الاخضر ما جاش ليه؟ اللون الاخضر اهو. شايفين الجو ده كده؟ شايفين الرز بقى لونه عامل ازاي؟ تمام، هنغرف الرز ده كده. ده بيخون اخواننا في الهند بقى بيعملوه في جوه الفخاره، بيطلع بيبقى شكله لطيف قوي على فكره، بيعجبني. يستاهل الطبق ده. نغرفه هنا كده. يلا الف هنا وشفا. الالوان دي مسموح بيها؟ مسموح بيها غذائيا. مكتوبه ومعتمده، لازم تشتريها معتمده. الالوان دي موجوده بيستخدموها اخواننا بتوع الحلويات. في الاسبونش كيك بياخد الوانه زي ما احنا عارفين، تلوين الكنافه، تلوين التورت، الحاجات دي كلها. كريم شانتيه. بس عشان ما حدش يقول لك ليه يا شيف انت بتستخدم ده. الف هنا وشفا للي ياكل. السمنه والزبده هنا اللي انا حاططها على الرز مودياه سكه تانيه خالص. نعم ينفع يا باشا، بقول لي شوربه لحمه شوربه فراخ عندنا تنفع، ده تبقى احسن مني. اديني بس شويه شوربه كده عليها زي الفل. اخبار الشيش كباب ايه؟ اللهم صل على النبي. انا هعمل حاجه لطيفه دلوقتي على فكره، هاخد سخين من الشيش ده كده احطهم على وش اللحم الرز ده واحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. العب. ده انا هعمل تركيه هنا بقى، تركيه اسمها الشقاوه، اسمها الشقاوه. بص عليها، صل على الحبيب، صل على الحبيب قلبك يطيب. يلا يلا معايا، العب يا سمك. هو ده، شفت شويه الرز دول؟ هنسيب كل حاجه وناكلهم. الف انا وشيف، حط دي جنبها كده زي الفل. انا عايز اغرف دولت برضو. المخرج بيقول انا عايز دول. حاضر يا غالي، عينيا. طبق اهو. بس هنا بقى نعمل حاجه لطيفه قوي، معانا شويه خضره زي هنعمل يا فندم كل حاجه دلوقتي باذن الله، كله بامر الله. دايما لما تزيني الخضار بتاعك او الكبابه او الكفته بخضار، سواء جرجير سواء خضره، تحط في الاعتبار الخضره دي نظيفه ومغسوله. ليه يا عم الشيف؟ علشان في اطفال بياكلوا منها، احنا بناكل منها. حطيتي جرجير، حطيتي خس، حطيتي طماطم، ايا كان الخضار موجود. يعني بتشوف الكبابجيه يغير الطبق هي من الزبون للزبون، لا ده غلط، خلي بالك. يعني ايه يا شيف؟ يعني البقدونس اللي بتحط في ارضيه الكباب عبد الحاتي لازم يكون مغسول كويس. طب ده ناخده زي ما هو كده يا عم الشيف، نحطه فين؟ نوسع الدنيا دي كده، نشيل دي من هنا. الله، لسه لسه لسه، هو ده. حلو قوي، تمام. على فين؟ على عايز مكانه فين ده يا شفيق؟ قول لي قول لي. على الكنترول؟ لسه بدري لسه بدري. الف انا وشفا. هنشتغل دلوقتي في الحلو. طاسه معايا والسمنه جاهزه، اقول فكرته ايه مع بعض كده واحنا شغالين سريعا. باخد السميد الناعم، ومعانا السكر، ومعانا الكاري. سميد ناعم وسكر وكاري وفانيليا. ونيجي عند النار هنا، وربنا يكفينا شر النار، قولوا امين. اللهم صل على النبي. سيبتها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا 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 معايا فرسان التلفزيون المصري اهو. زلابيه جوز الهند من الهند. شويه السميد دول كفايه. سمنه بلدي، سكر، ونقلب. سميد ناعم، سمنه بلدي، سكر، فانيليا، ونقلب.
لسه ما خلصتش. ده سميتة اللي بنعمل بها البسبوسة، عارفينها؟ اه. حطيتها في سمنة بلدي مقدوحة على النار كأني بعمل كحك العيد. اه. شميت ريحة حلوة. اه. وحطيت فانيليا. ما تحطيش مية زهرة علشان ما تقلبش على معمول. كلنا عارفين المعمول. معمول مد، معمول جوز، معمول عين جمل، معمول فستق، معمول تمر، كل دي مدرسة المعمول. بتجهزها كويس جميل عشان تجيب الصورة الحلوة. حلو الكلام؟ نقلب دول تاني. الله، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ اه. الكاري. الله، كاري حلو. اه جرب. لسه المفاجأة جاية. بابريكا. حلو. اه مش الهند؟ اه. لسه ما خلصناش، هنخش على التقيل دلوقتي. اه 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 زلابيا. جوز الهند من الهند. فكرتها ايه يا عم الشيف؟ بنطبخ السميت على النار مع سمنه بلدي، بتاخد كاري، بتاخد بابريكا، اه وانا شغال بتاخد فانيليا. المفاجاه جايه، اجعل ايامكم عسل، قولوا امين. هو ده العسل النحل عليها. يلا يلا يلا. هو ده هو ده. اه 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 اخد تلتين الكميه واخلي التلت. اقول لحضراتكم ليه التلت الاخر. اه اه نعم يا غالي، بيقول الهند بياكلوا. روح الهند وقول لي وقابلني في الهند. اه والميه تكدب الغطاس في الهند. اه شايف الجو ده كده اهو، السميت الناعم اتحمص في سمنه بلدي، خد كاري، خد فانيليا. اه نعجن العجينه كده زي الفل، وهي على النار كده السميد بيتحمص والسميد بينطبخ في العسل. اه وننزل بشقشاء ميه حلو محترم. اللهم صل على النبي. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، زلزال من الهند. اه حلو قوي. ونقلب دول ونسيبها تنطبخ على النار يا عم الشيف. زلابيا. اه سيبها بقى كده، هتلاقي السميد ده شد دلوقتي بقى يبرد، نكوره، بعد ما يتكور يعدي على العسل، ومن العسل على جوز الهند. عرفت الفكره جت منين؟ تاني عشان لو معانا وقت هنشوف الخليط ده ينطبخ على النار. اهو الخليط ده ينطبخ على النار. اهو اهو اهو. يا بختك يا بختك يا ست الكل، يا بختك يا امي، يا بختك يا خالتي، يا بختك يا عمتي، يا بختك يا الست اللي بتشوفيني دلوقتي وانت قاعده بتشوف القناه الاولى. معكيش حد في ودانك يقول لك معكيش وقت، معكيش حد في ودانك يقول لك وقت خلص. تعملي اللي نفسك فيه. اهو ادوني الوقت ده. اهو 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 اهو. العجينه طابت اهي، الخلطه طابت اهي، كل ده يا عم الشيف هنسيبه على النار. اهو 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 بيشد السميد، بيشد. اهو كانك بتعملي عصيده. اهو حلو. بعد ما بتبرد بنكورها قد صفار البيضه، كور كور كده قد ايه؟ صفار البيضه، ونعديها على العسل، وتطلع من العسل تتغلب بجوز الهند. ادي فكره زلابيا جوز الهند. بس التقليب ده مهم جدا عشان ما تاكليش سميت ناعم يلكمك. اه ويلكم جوزك، يعني جوزك ياكل واحده او اتنين يقول لك مش عايز. لا، لازم يستطعم السميت وهو متحمص كده، واخد عسل النحل، واخد جوز الهند، واخد الكاري، واخد البابريكا. اه بطعم سمنه بلدي. اه الله، شفت الخلطه دي؟ اه الحلو ده حصريا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، حتى في الهند ما يسمعوش عنه. شيف المغازي اخترعه. اه بتضحك؟ اه في الهند والله العظيم، روح الهند هتلاقيه. انا بكلمك جد والله. اه وادي جوز الهند اللي هي تقول ان هو من الهند. يكفي ان عليه جوز الهند. هو ده هو ده. ونقلبه. اللهم صل على النبي. رايق يا شيف النهارده. شفت الخلطه دي؟ حطها تبرد بقى. الله، شفت العجينه بدات تشد ازاي؟ تتبخ على النار، جواها عسل. عيني هاخده خالص من هنا يا فندم وامشي. حاضر، بدل ما تدبس في تنظيف البوتاجاز. حاضر. زي الفل. هناخد الخلطه دي هنا. يلا اتفرج على الحلاوه، اتفرج على الحلاوه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ بقلبها كده عشان تبرد. جربوا اعمليها بجد وقولي رايك فيها. دي سخنه، خلي بالك. رهيبه دي، رهيبه اهي.
اي حاضر اهو اهو. بس اعمل لكم واحد دلوقتي وهي سخنه، تستاهلوا والله العظيم تستاهل الواحد يحط ايده في النار. ناخد ده كده يلا اهو سريعا كده مع بعض عشان المخرج هيضربني. اهو اجيب ده كده. هقول لك على فكره بس اهو، يلا ممكن تنهي الحلقه وانا شغال حبيب قلبي حبيب. نعمين اهو بس، وانا هشغل وانا شغال وانا شغال اهو اهو. ده انا هدلعك، ده انا اعمل لك شغل جامد قوي. اهو اللهم صل على النبي. لسه شوف انا عامل ايه بقى، تركايه كده تعجبك قوي 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 قوي. اهو اهو انا عايز حضراتكم تعملوا الحلو ده بنفس الطريقه. هعمل ايه بقى؟ مطبخنا على شاشه القناه الاولى، رؤيه فن ابداع. وسيبوني بقى اشتغل مع جوز الهند. اهو سخنه، خلي بالك دي المفروض تبرد. اهو نحطها على جنب. اهو تاني اهو اهو. مطبخنا على شاشه القناه الاولى، عملنا الكباب النهارده بالطعم الهندي ولكن بخف الدم مصريه. عملنا كوسه جامده جدا بالطحينه مع الزبادي. عملنا شويه رز ملون جميل جدا هيخلي الاطفال يشد انتباههم على السفره ويقدروا يشاركوا المطبخ الهندي بطعمه، واللي احنا عارفينه كلنا بطعم الهند او سبايس شويه. الحلو اللي انا شغال فيه ده كده لطيف وجميل، الاطفال هيحبوه بالطريقه اللي انا شغال بها ديت. وكده يبقى احنا دخلنا المطبخ الهندي، جبنا اشهر الاكلات، رؤيه فن ابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى حتى من المطابخ العالميه.